الو، الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. عبد الله، كي داير؟ الله يبارك فيك سيدي، شكون معايا؟ الله يحفظك. معك بدر في مجال الحاج الترقي محمد. كنت انا دابا مع الوالد. اي، مع الوالد. وانا دابا اللي الله يحفظك. مقابل لي هذا الشيء. دابا عيطت لك على واحد الدجاج عندنا، مع الوقت ما بقاش كيبيض، نقص شويه نعم، من البيض، ما عرفتش مناش كله ولا غير شي شويه ديال الكوري. لا، كاينين شي وحدين ما كيبيضوش، وكاينين شي وحدين كيبيضوا ولكن كيديروا واحد البيض ما فيهش لمح. كيفاش هذا ما فيهش الملح؟ باش عرفتي ان ما فيهش الملح؟ قلت لك ما كاين عندهم شي مرض ولا شي حاجه ماشي تالاش. بان لك كيبان لي هذه التربيه ديال الدواجن اللي عندك. يمكن واش ناقصين من شي مواد مينيرال بحال كالسيوم، غيكون خاصهم في دو كاروتين. شوف الماكله اللي كتعطيهم راه ما مزياناش. دابا قال لي واحد السيد داك الناس. نعم، هو طبيب بيطري هذا اللي تشاور معاه. لا، الصديق ديالي قال لي ندير لهم شويه ديال المساخن مع الخاله. هما مشاو الحمام ضربهم البرد. الله يهديك السي، واش بدات تفلى عليا ولا شنو؟ اسمح لي يا والله الا عرفتي، راه تقلب لي عندي داك الكوري، فهمتيني؟ الدجاج ولا فيه واحد ما فهمتش انا، عرفتي التغيير هذاك الشيء، ولا فيه واحد التكوكيع، ماشي بحال داك التكوكيع ديال الدجاج العادي، فهمتيني؟ انا داك الشيء واش عيطت لك جاني غريب، بحال فيه ما عاد بحال الجعره ولا ما عرفتش هذاك الشيء كاع. الجعره؟ كيفاش الجعره في الدجاج؟ انا ما فهمتش هذا الشيء. داك التكوكيع ما عاديش. قال لي الصوت كيفاش داير؟ قال لي الصوت نتاع التكوكيع. قال لي انت الصوت كيفاش عاود؟ دابا هذا التكوكيع هذا كاين واحد المرض اللي كيجيهم في الصدر ديالهم، فهمتي؟ الصدر كتسمى لابيوكس افيكسيوز. هاد لي مالادي هادو كيخليو هذاك التكوكيع تيخرج شويه مخنوق. هادو تيعطيونا علامات على بعض الامراض اللي كان خصك دير لهم الجلده قبال. تري صاحبي قال لي ندير لهم شويه ديال الحامض والعسل في الماء يشربوه باش يحيد منهم هذاك الشيء. وانا تنقول لك اصاحبي لا بيوكسيت انفيكسيوز لا بسودو بيستافيير، وكنعطيك الامراض كنهضر مع على وجه الوالد ديالك. ما انت زعما من عمر ما عداش. انا باش نقول لك دابا الحاله ديالهم راه ما عادياش، كيبانوا لهم الدراري كيطيروا عليهم كيبداو ينقبوا فيهم، ما عرفتش انا فيهم الجال ولا فهمتيني ولا ما كيعضوه. قالوا لي نجيب لهم شي فقير قرا عليهم. ما تقلقش مني، ها وانا غادي نعيط ديالك نتشكى منه. هادشي راه ماشي تنتفلى عليك، راه حنا راه ما بقي فهمنا والو، راه جانا دقه وحده حتى الخرفان مرض دكتوره. ماشي غادي نجيو شوفو، تيتهزو واحد جوج ديال الدجاجات وتيتحلو بالمقص باللابوراتوار وتنشوفو داكشي علمي، وهادشي ما فيه لا عسل لا شمنظر لا بقا تخربق عليا. ولا بقيتي تبغي تكمل معايا، بغيتي تداوي العين ديالك، انا غنعطيك المعلومه واخا ما كنعطيهاش في التليفون. بغيت تبقى هكا كتدخل ليا وتخرج ليا في الهضره، الله يرضى عليك انا غنقطع هذا التليفون. بيستشر معاك في الخرفان. شوني شي حاجه؟ نعم؟ في الخرفان، في الخرفان. حيت بان لي الدجاج بحال شويه، فهمتي؟ الدجاج ما خلي فيه الجهل دابا، ولا تيعض الدراري زيد نهار الخرفان حتى هما. يلا ما عرفتش كيفاش نشرح لك حتى هي، عاوتاني عاد تقول لي راه تنحماق عليك ولا شي حاجه. او دير الحماق باين ليا من الدبار. يزيد قول. الخرفان كيحشمو، فهمتيني؟ كيحشمو من هذوك النعاج. بانوا لي بحال منونخين ولا مرخيين ولا فهمتيني؟ كيفاش لا بغيت نفهم هاد تيحشمو؟ واش ما تيبغيوش يديروا التلقيح ديالهم؟ واش انت ما يمكن ما كديرش معاهم شي حصه؟ كاين شي حاجه؟ واش كاين شي انا تنعرف وليدات الحاج ما تيكميوش؟ لا تنهضر معاك زعما في كامل القوايا العقليه، لا اللي مكلفني بهذا الشيء. شوف كون كنتي حدايا كون ضربتك، والله تنضربك. كتقول لي تيحشمو النعاج، تيحشمو لا النعاج دايرين النقاب. انت ما كديرش معاهم شي حصص نفسيه تهضر معاهم بحال هكا ولا؟ كيفاش حصص نفسيه مع النعاج؟ انا مع النعاج بعدا ولا مع الخروف؟ لا دابا انت دابا كتشوف. لا عطيني نمشي معاك في هاد الحماق ديالك. قول لي ايش كنت فيهم اللي بغيتيني نمشي نجلس معاه؟ واش نجلس مع الخروف ولا نجلس مع النعاج؟ مع الخرفان فهمتيني، حيت قال لي واحد السيد قال لي تيشوف لي اللي يكونوا باغيين شي نعيجات بحال دابا اخرين عزبات صغارات، فهمتيني؟ ما باقيش الاخرين باقي فهمتيني، ما مقنعينهمش. لا شوف، العلم ما فيه لا نعاج صغار ولا نعاج كبار. العلم تيقول الا كانت النعجه باغيه الدروبه كتعطي واحد العلامات كيشمهم ما كحلوش لهذوك النعاج عينيهم. شوف الله حتى مزرق ليك انا العينين. قال لي يا دكتور انا بحال مدير لي اليوم شي حاجه، فهمتيني؟ الدوار عندنا فيه الحساد بزاف، هادشي راه بان لي انا ماشي من العلف، بان لي بحال شي واحد كاتب لهم شي حاجه. مخطرين شي حاجه او كذا ياك، هاد فهاد المفهوم. فين تيز عندك بحال هادشي؟ انت اللي خصك تمشي تشوف شي فقيه يكتب ليك
راه القضيه عندك ما نبكياش، نقول لك صراحه والله تاع زيتي عليا بالله. قالت لي المرانه ذاك النهار قالت لي واش ندخر ليهم؟ قلت لها وياك راه غادي نمشيو تقجوا ولا تخنقوا فهمتيني ونوقعوا في شي حاجه ماشي حتى لا. والله الا هي عندها العقل غادي تبخر لهم راه غادي تقتلهم. انا اللي نهيتها، انا اللي نهيتها قلت لها وياك. نعاش شرفات واخا تبخرهم هذوك فات فيهم الفوت والنعاج وهذوك الخرفان الصغار الذكوره. بخرهم على الله يكونوا ولا يكونوا مخطيين شي حاجه ويجيب الله التيسير. انت ذاك تبع بيه. سيدي سير شوف لك انت اللي بخرك الله الله يهنيك. والله انت شوف انا نقول لك غادي نقطع لا لا نقول لك انا نقول لك واحد تبع بيه تبع بيه ديال سميتو ديال الخرفان تبيع بيه حتى هو كيولى قول لي سمعني باش نفهم باش نعطيك الدواء. انت نوريك انت اسمع. ومزيانه فيه الذبيحه هذا العيد الكبير بان لي بحال فهمتي كيطيح لهم طونسيون. اش داير؟ حتى عندهم ذاك التبع به بحال واكلين الكوله. يا سيدي انا قلت لك انا غادي نجي نشوف لك هذا المشكل هذا في عين المكان. ان شاء الله ديالنا وهذا ما يكون غير الخير. الله يحفظك غادي نكون معاك نيت باش لا لا انت بالضبط ما توقفش معايا. انت بالضبط خلينا من الوالد. فهمتي انا غير عرفت بحال ما تكونش عندك شي جرايه بهذا الشيء الحيوانات ولا. ايوا مع السلامه الله يجيب السلامه. هادشي كاع باقي كاع ما سولناك على السباع وسولناك على كينكو هادشي انت كاع ما عطيتينا السباع وكينكو قال لك انا طارق ولا قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديرو جيم.